لقاسم سليماني تواصل مع قيادة القسام وتواصل مع قيراية كما نشر في الأخبار لقيحة. طيران هي اللي رين لخطب الأخبير اللي بده يسيطر ومد دراعاته في كل مكان. يجب أن يستيقظوا لأن الشيعة قالوا المنطقة غرروا بأبناء إخواننا غرروهم بالمال. تواصل وأكد وقوف إيران ووقوف الحرس الثوري وقوف فيلق القدس بكل ما يك مع شعبنا من الدفاع. بيعرفوا يحكوا حكيوا نتقيل إنه من إيران ويأشروا للرجال الحيش يقولوا له هدول الدبح وصفوا الأولاد لحالهم طبعا قطعوا الكاكين.